أنا رح أحاول أربط بين الأشياء اللي حكتها رشا اللي كثير مهمة مع التجربة الفلسطينية. رح أحاول بالمداخلة تاعتي أركز على التجربة الفلسطينية وكيف إحنا استفدنا أو استعملنا الإعلام الاجتماعي، شو السيئات شو الحسنات كل هاي الأمور. بس بدي أسأل، كم حدا هون عنده حساب تويتر؟ عندي بس مش فعال. المهم عندكم حساب تويتر. مين ما عندوش؟ مين ما بيعرفش اشي عن تويتر وما عندوش وما ولا بحياته دخل عليه؟ تنين وضعنا مشكلة. طيب ممكن اشرح شوي على مين بيستخدم التفرات الذكية؟ أنا. أنا بدي أبدأ أحكي على كيف إحنا أو إيش الأشياء اللي إحنا ممكن نستعملها أو كيف ممكن نستفيد من الإعلام الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي. أنا بدي أكد على حتة رشا واللي هو بفكر كثير مهم، موضوع إنه كثير مرات هاي واحدة من المخاطر في استعمال الشبكات، إنه بنفكر حالنا عملنا ثورة بالفيسبوك أو عملنا ثورة بالتويتر، بنفكر إنه قمنا بواجبنا وبالآخر ما فيش حاجة نفضل على الأرض. بس التغيير، يعني ورشا أكدت على هذا الشيء، التغيير بصير لما ننزل على الأرض، ولازم نكون كثير واعيين لدور أو الأداة اللي بنقدر نستعملها والأهمية لاستعمال الإعلام الاجتماعي، بس نكون واعيين إنه ما نغرقش في الدور إنه إحنا عم نعمل ثورة في الإعلام الاجتماعي. فهذا كان لازم أبدأ من أول، عشان مداخلتي رح أحكي أشياء منيحة في الإعلام الاجتماعي، بديش ينفهم إنه أنا عم بفكر إنه هناك بتصير ثورات. بس بالنسبة لنا كفلسطينيين بالذات كشعب اللي مشتت ومفرق، في خطيره وسائل الاعلام الاجتماعي اللي بتفيدنا كثير، وهي بالاساس موضوع التواصل. يعني بما انه احنا ما بنقدر نروح على مخيمات اللاجئين في لبنان، اللاجئين في لبنان ما بيقدروا يروحوا على غزه، اللي بغزه ما بيقدروا يروحوا على الضفه، فعمليا احنا لقائنا على الارض كثير صعب كشعب فلسطيني، ك 11 مليون فلسطيني لقائنا على الارض كثير صعب. فوسائل التواصل الاجتماعي اوجدت لنا هذا الحل المؤقت، كيف نقدر نتواصل مع بعض، نعيد توحيد الشعب الفلسطيني في كل اجزائه في كل مكان في العالم، اذا كان في 48 ولا في 67 ولا في مخيمات اللاجئين ولا في امريكا ولا في اوروبا. فيعني هاي واحدة من الاهميات. اليوم صار نوع من شبكه تواصل كبيره بين عده فلسطينيين من كل محل في العالم اللي بيقعدوا على شبكات التواصل الاجتماعي وبيستعملوا هاي الوسيلة عشان يتبادلوا أخبار، يتبادلوا خبرات، يتواصلوا ويعملوا حملات مشتركة. موضوع التنسيق كمان اللي هو مهم بهذا السياق، لأنه صار في نوع، ورح أجي لأمثلة لقدام، صار في نوع من إمكانية التنسيق مع بعض. يعني بدل ما كل واحد بيغني على مواله، صار حتى في تواصل إنه يعني مع بعض نفكر إيش بدنا نعمل ومع بعض نعمل الإشي. يعني إذا كان بدنا نعمل بيان كشباب فلسطينيين، بطل الموضوع انه شباب من رام الله ولا جعبتني يطلعوا بيان وخلص، لا، صار في تنسيق وصار اللي بيمضي على البيان فلسطينيين من كل محل في العالم. فهذا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. موضوع التثقيف والتحشيد، لما بحكي عليه بحكيش على تحشيد وتثقيف الشعب الفلسطيني، بحكي على تثقيف وتحشيد الناس اللي برا اللي عم تطلع علينا في الاعلام الاجتماعي، بتشوف ايش بنكتب وايش بنحط اخبار وايش بنوصل اشياء. وهنا بيجي الأهمية كمان للإعلام الاجتماعي، إنه إحنا عم نستعمله كوسيلة نوصل صوتنا للعالم بدون أي وسيط، بدون وسائل الإعلام المركزية، تيار المركزية، مينستريم ميديا، بدون ما نستعملها إحنا بنقدر اليوم بشكل مباشر نثقف الناس على إيش بصير على فلسطين بفلسطين، أو نحشد الناس وندعو الناس إنها تاخذ خطوات أو تعمل نشاطات لقضية معينة، نحشد الناس انها تناصر قضية معينة تتعلق بفلسطين. موضوع الرصد والمتابعة، كمان موضوع السوشيال ميديا هو بيتيح لنا انه نطلع على شو بيصير بالعالم، ويعني اللي منكم بتابع التويتر بيشوف انه في كم هائل من المعلومات موجودة على التويتر اللي الواحد بالموت بيقدر يلحق عليه. يعني اذا كان مقالات تشارك، اذا كان صور، اذا كان اخبار جاي من محلات موجوده على الارض وعم بنقلوا اخبار. فاحنا يعني عندنا كمان امكانيه نرصد شو بيصير بالعالم، ونفكر كمان كيف ممكن او نتضامن مع ناس ثانيه في العالم، وهذا مهم لنا كفلسطينيين،
او نعرف ايش عم بيصير في العالم وعاساسه نبني مرات فرص لنا انه كمان نوصل صوتنا. وبتعلق الموضوع كمان بالاستخلاص العبار، انه كثير مرات في اشياء بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن نستفيد منها لقدام عشان نعزز تجربتنا. موضوع التجربه الفلسطينيه زي ما قلت كل موضوع التشبيك هو مهم، موضوع التمثيل واللي هو كثير مهم للشباب الفلسطينيين اليوم بيشوفوش انه في قياده بتمثلهم وما بدهش حدا يحكي باسمهم، وهن قادرين اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يمثلوا حالهم بحالهم. انا بفكر انه هاي كثير مهمه. اليوم احنا بطلنا نستنى حدا يطلع على الاعلام يحكي باسمنا او يوصل صوتنا للعالم، احنا بنقدر بشكل مباشر من دون وسيط انه نوصل صوتنا للعالم من دون حدا يمثلنا. انا بدي اركز كثير في المداخله على موضوع تويتر، بس رح احكي عن عده تجارب صارت في نشاطنا الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بالاساس على تويتر، مدونات شوي فيديو رح افرجي اشياء اللي صارت اللي عملناها. التويتر للناس اللي ما عندها تويتر ممكن افرجي كيف تويتر بيشتغل. هذا هو التويتر، هذا حسابي انا. انا هون عمليا بقدر اكتب اي شيء بخطر على بالي او اي شيء بدي اياه، معي 140 كاركتر 140 حرف احطه، بقدر احط لينكات، بقدر اخذ روابط من مواقع بشوف خبر مهم بدي احطه واخلي الناس تقراه بحطه. هو كثير قصير يعني هاي المسافه ما باخذش حيز اللينك، ما باخذش حيز لانه صار في تطور الشيء صار مني بيقصروا اللينك من هنا بتويتر، بس انا بقدر هون اكتب اي شيء، بقدر اقول انا عارفه فري فلسطين مثلا واحط لينك لاشي. ممكن اكتب اشياء على موضوع الفرسك اللي مضرب عن الطعام لانه في حمله كثير قويه في وسائل التواصل الاجتماعي على موضوع الفرسك، وهلا بحكي على موضوع كمان. بقدر من خلال تويتر اعمل مثلا اليوان، بدي احكي مع اليوان بقدر اكتب لليوان اشي هقول لهم مثلا ليش مش عم تحكوا عن الفرسك. واللي صار على فكره قبل فتره يمكن انا خليتها مفتوحه انه اليوان مشغوله، وهذا كان شيء كثير فظيع يعني انه اليو ان عندهم مليون حد بيلحقهم، واذا بتطلعوا يعني دورت عليها لقيتها فوق اليو ان بيطلعوا يقولوا لي انه هن عم يعملوا شيء عن اضراب الاسرى وعملوا لي رابط لينكات اذا بنفتحه بيطلع بيانات الامم المتحده على موضوع اضراب الاسرى. طبعا وقتها احنا ردينا وقلنا احنا بدناش بيانات، بدنا افعال وكل هاي الاشياء، بس كان شوي مفاجئ انه اليو ان مهتمين عمليا لانه صارت حمله كبيره علينا على تويتر بعد ما انعمل نشاط يو ان كلوز. شباب فلسطينيين راحوا سكروا مكاتب اليو ان وكنا بنفس اليوم تويتنج يو ان كلوز هذا الهاشتاج. موضوع الهاشتاج يعني عبيد بدي اذا بدي انا اوصل شيء لنتنياهو بقدر استعمل انه ايش؟ هلا انت ممكن يرد عليك ممكن ما يردش بهمني بدي اوصل لشيء بالضبط. انا ممكن اكتب فيه اظن الكلام نسيته لنتنياهو على الفيسبوك في عنده حسابات ثلاث اربع حسابات صح بس بتقدر تحكي معاه. رح افرجي مثال لا عنده صفحه اللي فيه احنا باكثر من مره ورطنا الدعايه الاسرائيليه في اشياء قلوها على تويتر معنا واستعملناها بعدين. هلا رح افرجي التجربه بس اشرح الهاشتاج. مفضل دائما لما ينعمل اي تويت يستعمل هاشتاج. الهاشتاج هو هاي الاشاره وبنحط مثلا انا رح افرجي شيء مثلا كال هانجر اللي هي الهاشتاج اللي مستعمل لاضراب الاسرى. كل ما بدي احكي عن اضراب الاسرى مفضل اني احط هذا الهاشتاج. ليه؟ لانه اي حد متبع اذا بحط على السيرش كال هانجر هاي اشاره السلم لازم تكون قبل الكلمه عشان تصير هاشتاج، وبتروحوا على كال هانجر بتشوفوا كل شيء كتب على موضوع اضراب الاسرى. فعمليا اي حدا بده يتبع يشوف لينكات يشوف اخبار يشوف اي يوم صار الاخير الفلان او هيك بيقدر ياخذ المعلومات من الهاشتاج هذا. هون بيفتح الواحد بيقدر يفتح كمان هاشتاج. اي حدا بيقدر يفتح هاشتاج بس السؤال اذا بصير شعبي الهاشتاج ولا لا. موضوع الهاشتاج ليش انا عم بحكي عنه؟ لانه هاي وحده من الاداه اللي احنا استعملناها في ثلاث سنين في موضوع اضراب الاسرى عشان كيف بدك تسال؟ يعني هي موازيه للجروبس في الفيسبوك هاشتاج؟ لا الهاشتاج هو كلمه وصف وصف انت بتستعمله عشان مع كل تويته انت بتعملها بتحط هذا الهاشتاج. التويته بتاعتك بتنتقل يعني بتصير تابعه على مجموعه اللي يعني اي حد بفتش على هاي الكلمه بلاقي التويت بتاعها.
سيرش انجن او الهاي زي زي الفيتش يعني الفيتش في جوجل انه اذا اي كلمه بدك اياها تكون اي حدا كاتب هاي الكلمه بيطلع اللينك تاعه بالجوجل وفي حدا بيأثر في الهاشتاج؟ لا انا اذا اي حد او اول واحد عم يعمل اول واحد بيعمل هاشتاج هو اللي عم يعمل انت بتقدر تخترع هاشتاج بهاي اللحظه احنا انا ورشا اليوم اخترعنا هاشتاج اللي اسمه حيفا ندوه وعملنا نعمل تويت عن الندوه هاي هاي كل شيء بتعلق بحيفا ندوه سواء عبير ولا رشا كتبوه عماله يطلع هون فهمت علي احنا اسفنا بهاي اللحظه قبل 10 دقائق لما بديت الندوه فانت عمليا التحدي في الهاشتاج او وحده من الادوات اللي بتقدر تستغل الهاشتاج فيها هي انه تعمل ترند شايف هاي شايفين هاي القائمه هاي كل الوقت في 10 هاشتاج ترندنج جلوبال وورلد وايد يعني بضلوا هون مبينين كل الوقت هون اي حدا بفوت على تويتر رح يشوفهم فاي حدا عنده فضول رح يكبس على الهاشتاج ويشوف كل شيء مكتوب عليه فعمليا احنا استغلينا واحده من الادوات في تويتر اللي هي الهاشتاج عشان ندعم ادراب الاسرى وهون بدي احكي افرجي التجربه اللي كانت مع خضر عدنان ليش احنا استعملنا الترندنج خضر عدنان بالايامات الثلاثين او الاربعين من ادرابه عن التعاون ما كانش حدا عم يحكي عنه كلياتنا في عده مستويات كنا نعمل جهود نحكي مع وسائل الاعلام ليش مش عم تحكوا عن خضر عدنان كل هاي الامور ما حدش عمل شيء فتجمعنا بما انه صار في عندنا شبكه فلسطينيين في كل العالم تجمعنا وقررنا في ساعه معينه في وقت معين في طبعا في تكنيك معين كيف نعمل ترندنج يعني كيف نوصل خضر عدنان انه يصير بهاي الليست وهذا مش شيء سهل كل لحظه بنقدر نسويه في تكنيك معين لازم كلنا نكون قاعدين بوقت معين الهاشتاج لازم يكون جديد مش مستعمل قبل فكان عمليا في هاشتاج كل يوم مجموعه صغيره تقرره ما تبعتوش لحدا غير 9 إلى 10 بالليل المغرب بتوقيت فلسطين بس يكون في تواصل مع كل الناس يعني مع كل فلسطينيين في كل العالم ومناصرين مش بس فلسطينيين اللي قاعدين على تويتر كلياتنا بنقعد ساعه بنخصص ساعه كل يوم قاعدين على تويتر وبنعمل هاشتاج لخضر عدنان هسه بفرجيكم بنعمله ترندنج بالفعل نجحنا تقريبا 6 أو 8 أيام ورا بعض ليلة ليلة خضر عدنان يكون نمبر 1 وورلد وايد ترندنج بس كل شيء بيشتغل شو الهدف يعني كيف هلا هلا هاي خضر عدنان لما كان 61 يوم كان وورلد وايد ترند وطبعا هذا كان باليوم 62 كل مره كنا نحط هاشتاج مختلف هاي ب 62 هون ريسبكت فور خضر كان نمره 2 اظن كان قبل نمره 1 بعدين مرات ممكن ينزل ل 2 او 3 بس كان ريسبكت فور خضر اوكي بس حطيت 3 امثله بس عمليا احنا 8 مرات عملنا ترندنج لخضر عدنان بالفترة اللي بلشنا نساوي فيها ترندنج صار الموضوع كثير معروف عند الناس، لأنه بالفعل لما أنت بتعمل لما بنعمل ترندنج بصير في حب استطلاع عند الناس تشوف مين هذا خضر أو شو خضر 61 أو شو خضر 62 فالناس بتدخل بتصير تعرف أكثر، غير إنه وسائل الإعلام متابعة على تويتر، فلما الإشي بيكون ترندنج بيلفت نظر وسائل الإعلام، ونجحنا بهاي الطريقة بالإضافة للأداة الثانية اللي استعملناها اللي شرحت لكم عنها اللي هي انه انا بقدر اعمل للبي بي سي هيك واحكي مع البي بي سي واحنا عملنا حمله مركزه ضد وسائل الاعلام او على وسائل الاعلام انه واي يو ار نوت كفرينج خضر عدنان ليش مش عم بتغطوا خضر عدنان هدول الشغلتين مع بعض اشتغلنا عليهم بشكل مكثف يعني اذا بدي اقول لكم كان مئات الفلسطينيين والمناصرين قاعدين على تويتر وبيشتغلوا على هذا الموضوع فعمليا بلشت وسائل الاعلام تنتبه وبالفترة الأخيرة صار في تغطية كبيرة لخضر عدنان، يعني وأنا بقول وحسب رأيي إنه هذا بفضل الشغل اللي اشتغلناه في وسائل الإعلام الاجتماعي، مش بس على تويتر، وهاي الشغلة الثانية اللي بدي أقولها إنه كثير مهم نشبك بين الوسائل المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه غير تويتر شغلة بس وحدة قبل ما أروح على غير تويتر، الأداة الثانية إنه لما عملياً بينعمل ترندنج لإشي بصير موجود على لائحة ديسكفر، ديسكفر بحطوا لينكات لأهم الأشياء اللي تداولت على الإنترنت اللي هي هون، لما بحط على ديسكفر
بيطلع لي اهم اللينكات اللي هي ستوريز. فعمليا لما كنا نعمل تريننج لخضر عدنان كنا دائما نهتم انه نحط لينكات عن خضر عدنان عشان اللي بده يعرف اكثر معلومات يكون عنده. فعمليا قصة خضر عدنان بتصير توب ستوريز، فهذا كمان اداة استعملناها معي. غير تويتر اللي بتحكي مع حدا بالستودل، هذا خضر عدنان لحظة بس، هذا خضر عدنان ب 63 يوم برضو عملنا له ترند وبرضو كان بالديسكفري توب ستوري. فأي حد بيفوت على التوب ستوري دغري بيشوف قصة خضر عدنان. بالكونكت بتحط الستوري بتحكي مع حدا معين، ببين شيء علني ولا بس هو خاص بشوفه؟ ببين عنده علني عند الكل يعني. ببين عنده وعنده ولا عند المتابعين؟ عند لا عنده ببينش، آسفة عنده هو بشوفه. يعني إذا أنا حكيت مع هشام الناس المتابعين هشام بشوفه شو أنا قلت له؟ لا الناس اللي بيشوفوك بيشوفوني اذا عملوا سيرش بيشوفوه، بس هن بشكل اوتوماتيكي بيشوفوهوش الا اذا هشام عمل ريتويت. يمكن في حاجه اشرح، يمكن في حاجه اشرح كمان انه كل التايم لاين اللي هون بيطلع هذا كل الناس اللي انتم عاملين لهم فولو. هو مبدا تويتر ايش؟ انه انا عامله لناس فولو وناس عاملين لي فولو، ناس بيتابعوني. كل حد عامل لي فولو ايش ما انا بكتب هون بشوفه عنده، شوفوا بالضبط هيك ما انا شايفه، هدول كلهم هن الناس اللي انا عملت لهم فولو. فاي شيء بكتبوه انا بشوفه. فهو كل مبدا تويتر انه قد ما بتجيب اكثر فولوات عشان يعني يكون في عندك كشف اكثر للناس وتعطيهم معلومات اكثر. بس كل الموضوع انه انت بهاي المساحه الصغيره انت تقدر تتواصل مع كثير ناس في العالم، تقدر توصل صوت. الشغله الثانيه اللي كانت مهمه اداه اللي استعملت من كثير ناشطين في العالم هي موضوع اليوتيوب. لانه وقت خضر عدنان وين راحوا اللينكات؟ وقت خضر عدنان كان في فيديوهات كثير بعشرة تتذكروا، بس طلع فيديو مثلا اللي هو من عده نشطاء من عده محل في العالم متضامنين مع خضر عدنان، عملوا فيديو بسيط كثير، كل واحد قاعد قدام الكاميرا على سكايب او بعرفش كيف سجل فري خضر عدنان او ايام ان سوليداريتي وخضر عدنان، وتجمعت من كثير محلات في العالم، انحطت بفيديو واحد وانتشرت كثير، فانتشرت من خلال الفيسبوك واليوتيوب والتويتر، وهذا كمان كان طريقه. مثلا موضوع انه مضرب عن الطعام ايرلندي بفتره ايرلندا سجل فيديو داعم لخضر عدنان، وهذا الفيديو انتشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كثير كبير. فعمليا يعني صارت كثير اشياء، استعمال الفيديو صار كثير بسيط انه اي حد بيقدر يعمل فيديو، واذا كان معمول منيح او فيه شيء مهم بيصل كثير للعالم. الشغله الثانيه كمان اللي انعملت وقت خضر عدنان اللي هي كمان من خلال الاعلام الاجتماعي هي موضوع انه انشئ موقع او مدونه اللي فيها اتيح لكل حدا في العالم يقدم رسالة تضامن مع اهل خضر عدنان، مع مرته، مع بناته، مع عيلته. فعمليا بتخيل مئات الناس من كل العالم كتبت رسائل تضامن. يعني شايفين حتى هون عم نحكي احنا على 49 صفحه، بتخيل في اكثر. بس يعني كان اشي فظيع، يعني كل واحد من العالم كتب رسالة تضامن. فعمليا كان حركه كثير نشطه على الانترنت في موضوع خضر عدنان. ومش بس، لانه بعدين اجى اضراب الاسرى ونفس الطريقه نفس الادوات استعملت بموضوع الفرسخ مثلا. بعرفش اذا حدا فيكم تبع اليوم، بس كمان بفضل وسائل وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الضغط اللي صار على فيفا، فيفا اليوم طلعوا بيان تضامن مع الفرسخ، او يعني بيطالبوا بطلب صراحه. هذا لانه صار في ضغط على وسائل الاعلام، كانت في ناس تكتب للفيفا بعثوا لها بلوزه انه يعمل. فهون عمليا في اخبار بتقول انه الفيفا يعني هاي فيفا وانت اكشن اون هانجر سترايكنج بلاير. فهذا صار لانه في ناس كانت تقعد وكانت تحكي مع فيفا هون وتقول لهم ليش مش يعني الهاشتاج تاع امبارح ثلاث دقائق عنه الحصه الطويله كان مش امبارح اول امبارح برضه انعمل هاشتاج عشان اليورو كاب، وعشان اليورو كاب استغلينا الوضع وحكينا على ترسخ كلاعب فوتبول، وعملنا بالضبط يعني حكينا مع عده مؤسسات انه ليش مش عم تحكوا على الترسخ. فاليوم الفيفا طلعت بيان، انا بقولش انه وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي خلت الفيفا تطلع بيان، بس ساهمت بدون شك. كل واحد يكتب ايش بده،
بس انا مش عم بحكي على اشياء شخصيه، عم بحكي على قضيه هون سياسيه. يعني اذا احنا عم نحكي على قضيه مش عم نحكي على حساب شخص اللي بس بدي احكي على اني شو اكلت اليوم وشو شربت وشو نمت. عم بحكي على استعمال الوسائل الاعلام الاجتماعي لقضايا سياسيه، فهون بتفوت هاي المعايير اللي عم بحكي عنها. خاصه اللي المعتبر يعني فايت في اطار الصحفي المواطن، يعني مو ماخذ تويتر ولا مثلا صحفي المواطن، يعني عم ببعث معلومه مرجعيه ودقيقه، فلكن هاي هو التعامل الاخلاقي مع استنى جمهور الأجنبي، والأخ جمهور الأجنبي مرات العواطف تبعتنا يعني تستوجب من بعض، يعني فلسطينية بس إنه يعني حدا فاعل بالضبط، عواطف يعني مش راح تحكي له كثير يعني، بس في صار هيك حتى فايدة اللغة مثلا، يعني عمليا مين بيستخدم الإنجليزي في تويتر بيستخدم العربي، عم بتصير مؤخرا هذا التعاون بين العبير اللي بتعمل تويت في الإنجليزي، وفي حدا لما بترجم يعني إنه عبير تفهمينها بترجم العربي. هيك التعاون التلقائي حتى مش مخطط، يعني انه انا كتبت مثلا شيء عن الندوه بالعربي طوالي معاد الجامعه الانجليزي وحطها، يعني هيك التعاون الزيد وفي مشاركه المعلومات يعني بشكل تلقائي. الاشياء اللي بدي انهي فيهم هي انه تجربه اثبتت هاي، يعني هون انا المحاذير اللي بدي احكي عليها، تجربه اثبتت انه وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين هي مش وسيله للتحشيد، مش للوسيله لانك تطلع ناس على الشوارع، ولازم نكون يعني كثير واعيين بهذا الشيء. اول شيء استعمال مثلا تويتر هو بعده صغير في فلسطين، ويمكن في 67 اكثر شوي بغزه، اكثر يمكن بغزه اكثر حتى من الضفه، وبالضفه اكثر من هون، بس مش وسيله، ولا الفيسبوك هو وسيله لانه تطلع الناس على الشوارع. فعشان هيك لازم نكون واعيين انه دور وسائل التواصل الاجتماعي نص صوتنا ونص بناتنا ونشبه، بس مش نطلع ناس. والشغله الثانيه هي انه احيانا بالذات في تويتر، بالفيسبوك واضح انه انت الفيسبوك عندك اصحابك، فانت عمليا عامل المجموعه اللي انت بتعرفها، انت بتطلع تسهر معها، بتقعد على قهوه. الفيسبوك عاده انت بتضيف اصحابك مش ناس فرق. بتويتر شوي مختلف، بتويتر اللي بتبعوه ممكن يتبعوك من كل محل بالعالم انت بتعرفيه. يعني اظن انا ورشا ممكن نحكي على تجارب انه احنا لما نطلع برا عم نلتقي بناس بصيروا اصحابنا من ورا تويتر، كلش نعرفهم من قبل. بس تويتر ميزته مختلفه عن فيسبوك انه انت ما يعني المجال مفتوح قدام العالم، بس بالفيسبوك انت عمليا في الكوميونتي تاعنا. فعشان تويتر هيك لازم يكون منتبهين، او المحاذير انه كمان احنا ما نخلقش بتويتر الكوميونتي الصغيره هاي اللي مريح لنا نحكي معها، ولازم نفتح افاقنا كل الوقت، نحاول نتواصل مع ناس حتى لو ما نعرفهاش، يعني نتواصل مع ناس، نرد، نحكي، نشبك، لانه هذا المجال الكبير بتويتر، يعني المجال المفتوح هناك انه نوصل لناس ما نعرفهاش وبتعرفناش، بس ممكن نجندها لقضيتنا، على عكس الفيسبوك اللي اغلبها اصحابنا ومجندين اصلا. فهاي يعني كمان المحذير انه ما نغرقش في المجموعه الصغيره بتاعت تويتر اللي انا وفلان وفلان نعرف بعض، نطلع نشرب قهوه وبعد نصير نحكي مع بعض كل الوقت على تويتر، وننسى انه في ناس ثانيه قاعده بتشوفه ولازم نحكي معها هي كمان، نعطيها اهتمام وصالحها معها. بعد الشعور عكس بعد الشعور انه هو يعني حدا متابعك، حدا شايفك، حدا بالعكس يعني بالضبط كل الناس شايفه شو اي تحركات ممكن تعملها يعني. فانا كنت حابب اسال قبل شكرا لك.